نعم، صباح الخير، مرحبا صباح بك. النور. بون، عندي انشغال برك على وليدي، نعم، عنده 22 زون في عمره. مرحبا بك. تاحب الشباب، هو خرج له ما في راسه، ولا بارتي اللي خرج فيها تنحلو كامل الشعر. واسكو راح شاف طبيب تاع الجلد؟ اسكو وي، داوي؟ شاف طبيب تاع ايه الجلد، عطاه له كيغ اكني. ايه ايه، هو كيشرب كيغ اكني تنحلو، ايه مي بصح يسوفي باسكو دالو دي بروبليم، طلع له الكوليسترول اي تو سا. كي يحبس كيغ اكني يعاود يخرج له. والعلاج الموضعي اسكو يدير دي بوماد، يدير وي ليه، يشرب غير عطاه له، عطاه له ايه زيتا. ايه سيتو، دونك غير يحبسهم يعاود يولو. غير يحبسهم يعاود يولي له. نعم، شكرا على هذا التفاعل الصباحي، وربي يجيب الشفاء ان شاء الله. شكرا، صح. قاعدة في يعطيك الصحة، المتابعة. يعطيكم الصحة، يعطيك الصحة، تعيش. دونك واش لازم نعرفوا ثاني على حب الشباب؟ انه ايه، ممكن جدا كي نحبسوا تقاتمو يعاود يولي، يولي يعاود يولي. يعني كاين ناس حتى فاتوا، علاش نقولوا دي فوا، يعني رحلة العلاج من الحب طويلة. الشباب طويلة جدا. رحلة العلاج طويلة، خاصة كي نقعدوا موفرين الأسباب، شغل سيت مو دو في. الحب الشباب باش نتهناو منه لازم يكون عندنا اون سيغتين ايجين دو في، يعني نمط حياة صحي اللي راح يعاون هذاك لو تريتمون اللي نكونوا ناخذوه هيتو. دونك وي، كي ناخذوا دواء راح نشوفوا نتيجة، ومن بعد غير نحبسوه ويكونوا مازالهم هذوك الأسباب يعاود يولي. نعم. شنو هو شنو هو الامر اللي يفسر انه ظهر له في مناطق ربما مختلفه من الجسم تاعو؟ شوفي سا ديبون، يعني هذا حب شباب كل واحد وين يجي، وين يجي، صح. يجي يجي في ظهره، في الجو، في رقبته، في الرقبه، في الكتفين، في الصدر، كاين يجيهم ثاني في الصدر تاعهم، كل واحد وين يخرج له هذا حب شباب. وقلت لك الغلطه راهي في نمسه، لا تجاني في جهه ونسيتو راح يزيد يمشي لي. دونك هي سي ديفيسيل دو نو با توشي، يعني نفهموا الناس يحبوا سيغتو اللي يكون فيها الصديد ولا يحبوا ينحوا، يقول لك باش تيبس. نو، لا لوجيك في الحب الشباب ماشي كامل هكا، نمسو راح يزيد. كيما قلنا نقطة أخرى، راهو يعالج. فوالا، نعم، كي راهو يعالج وكيغ اكني هو آخر أنواع العلاج تاع حب الشباب، يعني كي يكون في المرحلة لا بلو سيفيغ تاعو. اللي نمدوا كيغ اكني هدايا وعلاج موضعي. نعم، النصيحه اللي نقدروا نمدوها لها المتابعه، ما تحبش اطلاقا العلاج. لا يعني لا، ماشي ما تحبش العلاج، لانه كيغ اكني عنده بزاف دي زيفي سكوندير، كاين بزاف اللي يكونوا صغار هكا ما يحملوهش. دونك نعاود تعاود تولي ديرماتو تاعها، يقدر يبدل لها الدوزاج، يعطي لها، كاين حلول، كاين حلول طبيه. مي باش تحبسي دواء ويروح لك هكاك وحده سي ديفيسيل. ثاني نقولوا لها سي نورمال كي راهو يعاود يولي، مور ما تحبسي يحبس وليدها لو تخاتمو. نعم.